مقهى، مقهى. ماذا؟ لا 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 لا. مرحبا. مرحبا. نريد بيتزا من فضلك. حسنا. حسنا. وقت البيتزا. هيا. جاهزة تقريبا. زيتون، طماطم، خس، مشروم، جبنة. رائع. لنجربها. هذه ليست بيتزا حقيقية. أوبسي. لنتعلم كيفية صنع البيتزا الحقيقية. نعم. لنذهب. مرحبا. أهلا. تدا، جاهزون لتعلم صنع البيتزا؟ حسنا. نحتاج في البداية لغسل أيدينا. حسنا، نظيف. اليوم سنصنع البيتزا. مستعدون؟ نعم. لذا المكونات للبيتزا هي دقيق، ملح، خميرة، مياه وعسل، وصوص الطماطم. ثم نمزج الدقيق والملح معا، الخميرة مع المياه والعسل. عمل رائع. ستكون بيتزا رائعة. لنمزجهم. هل هي جيدة؟ نعم. حسنا، مستعدون للخطوة التالية. نحضر بعض الدقيق ونضعه هنا. ثم أمزجه معا وأبدأ بالتدليك والضغط والطي. جيد. بان للبيتزا. أحب ما نفعله. ستضغطون عليها وتضعون الصوص والجبن والبيبروني فوقها. صوص الطماطم. وقت الجبن. بيبروني. رائع. جاهز تقريبا. أوكي. كريس، انتظر 15 دقيقة. حسنا. ما تصميم الكعكة التي تريدها؟ لدينا وحيد القرن والبطيخ، بطيخ وقرش. نعم. تبدو جيدة. لنصنع كعكة وحيد القرن. هل تحب كعكة وحيد القرن؟ نعم. أنا أيضا. لنصنع كعكة القرش. زعنفة. الكعكة جاهزة. أوه. البيتزا جاهزة. نعم. أتفقدها. لنجربها. هل أحببتها؟ نعم. لذيذة جدا. والآن نعلم كيفية صنع بيتزا حقيقية. نعم. نعم. ودان. نعم هذه. أريد أن آكل. لنجد الآيس كريم. نعم. لا آيس كريم. وصلت أمي. لنصنع الآيس كريم. واو،
انظري لهذه الآيس كريم. واو، الكثير، باردة جدا. نيكي هيا. اوكي. واو، أين الآيس كريم؟ هناك. لديها عمل جيد. عمل رائع. هيا نجد المزيد من الآيس كريم. نعم. نيكي، هذا آيس كريم. نعم. واو، لنرى ماذا بداخلها. واو. لنصنع اللبن المخفوق. نعم. أي طعم تريد؟ موز وفراولة. يا أولاد، مهلا يا أولاد، مهلا. ماذا تفعلون هنا؟ أمي، نريد أن نتعلم كيفية صنع الآيس كريم. نعم، سأعلمكم كيف تصنع أعظم آيس كريم. هيا يا رفاق، هيا. أي نوع من الآيس كريم تريد؟ أريد هذا. لا مشكلة. أجلك؟ شكراً أمي. على الرحب عزيزي. أريد دونات. اختيار جيد. لنصنع دونات. جاهز. هذه من أجلك. شكراً أمي. أمي، هذا أفضل دونات. تريدون العصير؟ نعم. هيا شرب. إنها من أجلك. هل مذاقه لذيذ؟ نعم. شكرا أمي. على الرحب عزيزي. شكرا لك. أحب ذلك. تأخرت. أتمنى لك يوم سعيد أمي.